أهلا بكم إلى الظهيرة والبداية مع العناوين. الرئيس الأمريكي يصف نظيره الروسي بالقاتل ويتوعده بدفع ثمن التدخل في الانتخابات، وموسكو تصف تصريحاته بالسرية العجز والإهانة لجميع الروس. ووزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بالتصرف بعدوانية ويهدد بمعاقبة مسؤولين في هونغ كونغ، وبكين تتوعد بلاده بالرد. تصاعد حدة الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومحتجون حاولوا اقتحام وزارة الطاقة. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس، ومقاومون يتصدون بالنيران لاعتداءاته في جنين. التحالف السعودي يجدد قصف الحديدة اليمنية برغم تحذيرات الأمم المتحدة، ويكثف غاراته على مأرب على وقع استمرار المعارك في محيط سدها. الرئيس التونسي في ليبيا دعما لمسارها الديمقراطي غدا تسلم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة سلطتها التنفيذية. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه قاتل، وتوعده بدفع ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة وفق قوله. وفي مقابلة مع شبكة ABC نيوز الأمريكية قال بايدن ردا على سؤال وجه إليه: نعم، أوافق على أن بوتين قاتل. رئيس مجلس الدوما الروسي وصف تصريحات بايدن بأنها هستيريا عجز وإهانة لجميع الروس. جاء ذلك بعد ساعات قليلة من صدور تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي اتهم كلا من روسيا وإيران بمحاولة التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، مشيرا إلى أن الصين لم تبذل جهودا مباشرة لتغيير نتائج الانتخابات. للحديث عن حصول تدخل خارجي في أهم استحقاق أمريكي وقعه القوي في الولايات المتحدة، المزاعم بحصول تدخلات باتت ملازمة للانتخابات، ما انعكس سلبا على سمعتها في التجربة الانتخابية ما قبل الأخيرة. اتهمت روسيا بالتدخل سايبرينيا لدعم المرشح الجمهوري حينها دونالد ترامب، وهي تهمة ظلت تلاحقه حتى آخر لحظات رئاسته. اليوم يتكرر السيناريو نفسه، لكن مع توسيع دائرة الاتهام. فبحسب تقرير نشره مكتب مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية حول التهديدات الخارجية لانتخابات الرئاسة الأخيرة، فإن روسيا حاولت مساعدة الرئيس السابق دونالد ترامب في مقابل تشويه مصداقية ترشح الرئيس جو بايدن للرئاسة. التقارير اتهم أيضا إيران زعما أنها حاولت التدخل في الانتخابات بتكليف من المرشد الأعلى السيد علي خامنئي عبر شن حملة سرية متعددة الأوجه هدفها منع إعادة انتخاب ترامب وتقويض ثقة المجتمع بالعملية الانتخابية والمؤسسات الأمريكية. وللمفارقة شمل الاتهام حزب الله بشخص أمينه العام السيد حسن نصر الله من خلال الزعم أن الحزب دعم الجهود الرامية إلى تقويض فوز ترامب للتخفيف من مخاطر الصراع الإقليمي بحسب التقرير. التقرير شمل أيضا اتهاما لكوبا وفنزويلا ببذل بعض الجهود للتأثير في الانتخابات، فيما تم استبعاد الصين من هذه التدخلات. فبكين بحسب التقرير استخدمت أدوات التأثير التقليدية كالتدابير الاقتصادية والضغط لتشكيل علاقات ثنائية مفيدة بغض النظر عن الفائز في الانتخابات. إلى ذلك، عرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن أسف بلاده لفرض الإدارات الأمريكية المتعاقبة عقوبات على الاتحاد الروسي. بيسكوف شدد على أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاحتياط من المخاطر المرتبطة بالعقوبات المستقبلية المحتملة عليها من أجل حماية مصالحها. للمزيد من التفاصيل انضم إلينا من واشنطن مدير مكتب الميادين منذر سليمان. منذر، مرحبا. في هذه الانتخابات أيضا روسيا تتهم بالتدخل
فيها. لكن الجديد ما قاله الرئيس جو بايدن عن الرئيس الروسي ووصفه بأنه قاتل. لماذا وصفه بالقاتل وأي إجراءات يمكن أن تتخذها واشنطن ضد موسكو؟ صحيح أنه غير مسبوق أن يخاطب رئيس دولة رئيس آخر بأنه قاتل بهذه الطريقة، ولكن هي أكثر للاستهلاك الداخلي الأمريكي من الاستهلاك الخارجي. بايدن يحاول أن يظهر بشكل خاص في الداخل الأمريكي وللكونغرس الأمريكي تحديدا أن هناك يعني طريقة تناول معكوسة كليا عن سابقه ترامب بكيفية التعامل مع بوتين، ويظهر نوع من أيضا حتى لا يبدو أنه رئيس ضعيف، لأن هناك انتقادات حول حالته الصحية حالته العقلية، أحيانا لا يزال يسخر بعض الجمهوريين، فهو يظهر أنه مستعد للتحدي ويتخذ مواقف عالية. طبعا العلاقة مع روسيا أيضا تدخل في نطاق محاولة إيجاد نوع من الفارق بين المقاربة مع الصين والمقاربة مع روسيا، بمعنى أحيانا استمالة الصين أكثر من روسيا. واضح أن هذه الإدارة بسبب تجربتها السابقة خلال عهد أوباما أنها كانت علاقة متوترة مع روسيا، ويضيف تقرير الاستخبارات حول تدخل الروسي حول أيضا لا ننسى أنه في هناك اتهامات ولا تزال التحقيقات جارية في موضوع الاختراق الإلكتروني الذي يتهم بأنه الهاكرز كانوا من قبل روسيا. إذن من الواضح أنه هناك مصادر داخل الإدارة من أكثر من حوالي 3 مصادر تقول بأن هناك عقوبات، لذلك ما وعد به أنه ستكون هناك عقوبات جديدة على روسيا وحتى على الصين على فكرة وعلى إيران وربما أكثر، لكي تبدو هذه الإدارة أنها تأخذ منحى جديا في مسألة التعامل طيب بالتدخل بالانتخابات. منذر، ما الجديد الذي يمكن أن تتضمنه هذه العقوبات؟ بالفعل هذا سؤال محير، لأنه إذا أخذنا سجل العقوبات التي تتخذها الولايات المتحدة وجدنا إذا أخذنا إيران نموذجا أو أخذنا فنزويلا أو أخذنا حتى روسيا، حتى خلال عهد ترامب كان مضطرا لاتخاذ بعض العقوبات. بالفعل طالت العديد من المؤسسات وطالت العديد من الشخصيات، لم يبقى مكان يمكن توجيه يعني عقوبات، ولكن بالتأكيد هو عندما قال بأنه سيدفع الثمن معنى ذلك أنه ربما مسؤولين مقربين من بوتين سيكون هناك وضعهم على قائمة العقوبات، ولكن حتى تجميد الأرصدة هذه يعني ليست قائمة. وطبعا جرت انتقادات من روسيا وحتى من السفارة الروسية في واشنطن أصدرت بيانا أيضا منددا بهذه المواقف. شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتهم الصين بالتصرف بنحو أكثر عدوانية وقمعا بما في ذلك في شرق بحر الصين وجنوبه. وفي تصريحات إلى الصحفيين خلال جولته الأسيوية التي أوصلته اليوم إلى كوريا الجنوبية بعد اليابان، رأى بلينكن أن الصين قوضت من جانب واحد النظام الانتخابي في هونغ كونغ وتوعد بمعاقبة 24 مسؤولا في هونغ كونغ. في المقابل رأت وزارة الخارجية الصينية أن العقوبات الأمريكية الجديدة بسبب هونغ كونغ تعد تدخلا في شؤونها الداخلية. المتحدث باسم الوزارة أكد أن بكين ستتخذ إجراءات الرد اللازمة، مضيفا أن هذه العقوبات تمثل انتهاكا خطرا للقانون الدولي والأعراف الأساسية للعلاقات الدولية. لن تنجح محاولات الجانب الأمريكي في السيطرة على الإيقاع والضغط على الصين. الصين تعارض ذلك بشدة، وقد نفذت بالفعل الإجراءات المضادة اللازمة. بكين مصممة على معارضة محاولات واشنطن التدخل في شؤون هونغ كونغ، ومصممة على حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح وتنفيذ سياسة نظامي الدولة الواحدة. يجب على واشنطن تصحيح أخطائها على الفور والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين.
إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير أن واشنطن لا تتوقع أي مخرجات أو نتائج محددة ولا بيانا مشتركا من الاجتماع المقرر عقده غدا في ألاسكا مع مسؤولين الصينيين. وقال مسؤول ثان إن إدارة بايدن تنتهج موقفا موحدا صارما إزاء الصين ولن تسمح لها بإثارة الخلاف داخل الحكومة الأمريكية، وأعرب عن اعتقاده بأن محادثات ألاسكا ستكون شاقة فيما ستعبر واشنطن عن مخاوفها إزاء أنشطة بكين السيبرانية وسلوكها في هونغ كونغ. في سياق آخر، رأى نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن قرار بريطانيا تعزيز قدراتها النووية غير مبرر وضار سياسيا. ريابكوف أضاف أن هذه الخطوة هدامة للاستقرار العالمي وأنها تنقل النهج البريطاني في الشؤون الدولية إلى العبث. يذكر أن بريطانيا أعلنت في وقت سابق عزمها على تعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية بأكثر من 40% لضمان أمنها. قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني على هامش اجتماع مجلس الوزراء إن العقوبات على إيران لابد أن ترفع بعزة نفس. واعظي أكد أن الحكومة الإيرانية المقبلة تمثل استمرارا لهذه الحكومة من حيث خدمة المواطنين. العقوبات لابد أن ترفع، لكن بحكمة وبعزة نفس. لا دخل لرفع العقوبات الاقتصادية بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة. الحكومة المقبلة هي استمرار لهذه الحكومة من حيث خدمة المواطنين، ونتشرف بأن نسلمها الحكم بلا عقوبات. لم نتفاوض مع أمريكا بعد مجيء بايدن إلى سدة الحكم، ولا ننوي ذلك في الوقت الراهن، لكن دائما هناك قنوات أوروبية رسمية لتبادل الرسائل كسويسرا. من جهته، قال قائد القوات الجنوبية الأمريكية الأدميرال كريغ فولر أن مهمة قواته هي دعم الدبلوماسيين وصناع القرار في واشنطن بالمعلومات الاستخبارية وتحليلها للتوصل لحل سياسي للأزمة في فنزويلا. وفي معرض رده على سؤال لمراسل الميادين عن ملف ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا، لفت فولر إلى أن إيران تتصدر الدول التي تساعد بلاده على تفادي العقوبات. فنزويلا لديها أحد أكبر الاحتياطيات من النفط الذي استخدمته في خدمة نظام مادورو، وهناك عقوبات دولية مفروضة عليها وضغوط مماثلة، لكن دولا أخرى ساعدت فنزويلا على تفادي تلك العقوبات، وإيران تحتل المرتبة الأولى بين تلك الدول. مهمتنا هي دعم الدبلوماسيين وصناع القرار هنا في واشنطن لاستيعاب وفهم طبيعة الظروف وجمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها وإشراك شركائنا فيها ووضع تلك المعلومات بتصرف دبلوماسيين للتواصل مع دول أخرى ولاستخدامها ورقة ضغط في مسار التوصل لحل سياسي لأزمة فنزويلا. إلى لبنان، حيث تتصاعد الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية. وأفاد مراسل الميادين بأن محتجين يحاولون في هذه الأثناء اقتحام مبنى وزارة الاقتصاد في بيروت وسط مواجهات مع القوى الأمنية. وكان قد تجدد مسلسل قطع الطرق في مناطق لبنانية متعددة احتجاجا على تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام الدولار وسط دعوات إلى يوم غضب والتظاهر أمام القصر الجمهوري ومنزل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. وكان بعض المحال التجارية قد أغلق أبوابه فيما ازدحم المواطنون أمام محطات الوقود التي توقف كثير منها عن الخدمة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الماضية حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة. ففي الضفة شملت حملة المداهمات مناطق متعددة بينها قلقيلية وبيت لحم وجنين اعتقلت خلالها العديد من الشبان. وقد تصدى مقاومون فلسطينيون بالنيران لهذه الاعتداءات في جنين، وذلك خلال اقتحام الاحتلال شارع الناصرة في المدينة، كما اندلعت مواجهات على مفرق ملة عنزة جنوبا. في جيش على طخوا عليهم اشتبكوا فوتوا. وفي بيت لحم شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات مماثلة اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين، ولا سيما في بلدة قوع ومنطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم. كذلك دهمت قوات الاحتلال فجر مدينة طول كرم واعتقلت عددا من الفلسطينيين.
وفي القدس المحتلة أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال تصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال في بلدة كفر عقب شمال المدينة المحتلة. وأفاد مسؤولون في البلدة بأن قوات الاحتلال اقتحمت كفر عقب من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية في جدار الفصل العنصري المحيط بها، حيث عمد الجنود إلى إطلاق قنابل الغاز بكثافة نحو الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق، وذلك قبل هدمهم عددا من المنازل. وفي الجليل الأعلى اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شابين فلسطينيين خلال تظاهرات منددة بزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقرية الجش في الجليل الأعلى. ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات مناهضة لنتنياهو متهمين إياه بمحاولة تفتيت المجمع العربي في الجليل. ولفت مسؤولون محليون إلى أن الوعظ سمح لنفسه بالتحدث باسم المسيحيين المقيمين في المنطقة من دون أن ينتخب أو ينتدب من أحد للتفرقة بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد. في غضون ذلك، لماذا سيصوت المواطنون الفلسطينيون في انتخابات الكنيسة بعد أسبوع؟ وهل بات ورقة رابحة بنظر نتنياهو؟ تقرير هناء محمد. أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، فكيف يبدو الصراع على صوت الناخب العربي؟ القائمتان الأكثر تأثيرا في البلدات العربية هما القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة التي انشقت عن المشتركة، انشقاق خلف ترسبات كبيرة بينهما واتهامات تطال نهج الأولى إزاء القضايا الاجتماعية والدينية بحسب وصف الأخيرة، وتطال أيضا نهج الموحدة السياسية والتعاطي المتوددة لنتنياهو بحسب المشتركة. طرح المواطنين العربي السياسي مهم جدا يوصل للكنيسة وينسمع في الكنيسة كما حصل في على مدار السنين. أنا لا أقول إنه انتخابات الكنيسة هي المنصة العليا للمواطنين. العمل الشعبي وتراكم العمل الشعبي والعمل اليومي والعمل الاجتماعي والحفاظ على المجتمع كمجتمع عربي مهم جدا وهو الأساس، وممثلينا في الكنيسة ونوابنا في الكنيسة هم أولئك الذين سيوصلوا كلمتنا إلى المنصات السياسية داخل إسرائيل وحتى منصات سياسية خارج إسرائيل. وسط السجال الدائري وجدت الأحزاب الإسرائيلية منفذا لها في الشارع العربي. يقود نتنياهو نفسه الذي حرض في الماضي من دون هوادة ضد المصوتين العرب دعاية انتخابية لاستمالتهم، فهل أصبح الفلسطينيون بنظره فجأة مواطنين متساوين، أم هم مجرد ورقة قد تربح برغم قانون القومية وسياسات الهدم والمصادرة؟ نحن نعتقد أن هذا الكنيسة الصهيوني هو الذي شرع عن كل القوانين وكل وما زال يشرع التي كانت سببا في أن تكون دولة الاحتلال قائمة. فنحن لا نعترف بشرعية هذه الدولة ولا نعترف بمؤسساتها لا التشريعية ولا حتى القضائية. الحملة الشعبية لمقاطعة الكنيسة صوت يعلو مع كل دورة انتخابية، لكن تأثيره يبقى ضئيلا. أما استطلاعات الرأي فتشير إلى إمكانية حصول المشتركة على 8 مقاعد والموحدة على 4 أو لا شيء، فيما قد يرشح نحو الليكود مقعدان من العرب. هناء محميد، أراضي فلسطين المحتلة، عام 48، الميادين. ومن القدس المحتلة تنضم إلينا مراسلة الميادين هناء محميد للحديث أكثر عن زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الجليل الأعلى. هناء مرحبا، كيف بدأ المشهد مع زيارة نتنياهو إلى قرية الجش في الجليل الأعلى؟ طبعا هذه الزيارة تأتي ضمن حملة بنيامين نتنياهو الانتخابية في داخل الشارع العربي الفلسطيني في البلدات العربية داخل الأراضي المحتلة عام 48. هذه الزيارة كانت بدعوة من منتدى
مسيحي طائفي معروف بدعمه لمشاريع تجنيد المسيحيين، وكذلك يعني بمحاولته التنصل من القومية العربية والانتماء للشعب الفلسطيني. نتحدث عن يعني فئة ضئيلة جدا جدا ومعروفة بانتمائها أصلا يعني للأحزاب الصهيونية، وبالتالي كانت هذه الدعوة لإقامة هذا الاجتماع مع بنيامين نتنياهو قبل أيام، يعني كانت هذه الدعوة وجهت له هذه الدعوة في بيت المرسل. كان هناك يعني حضور هزيل جدا في هذا الاجتماع الذي حضره بنيامين نتنياهو، ولكن في الخارج كانت أصوات المتظاهرين صاخبة جدا وواضحة أيضا حول سياسة فرق تسد الإسرائيلية وسياسة الحكومة بالتحديد حكومة بنيامين نتنياهو تجاه المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة تفريقهم إلى طوائف وفئات في داخل المجتمع الفلسطيني الواحد. بعد ذلك توجه نتنياهو أيضا لبلدة طوبة لافتتاح مركز للشرطة الإسرائيلية في تلك البلدة، هذا يندرج أيضا ضمن خطته الحكومية التي أعلن عنها عن افتتاح المزيد من مراكز الشرطة الإسرائيلية في البلدات العربية بذريعة أنها ستحمي المواطنين من عصابات الإجرام والجريمة المستشرية في المجتمع الفلسطيني بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية نفسها، حيث أن كل الدلالات تشير بأنه حيث توجد مراكز للشرطة الإسرائيلية هنالك معدلات ونسب أعلى للجريمة في داخل هذه البلدات. على كل حال نتنياهو هو يعني بالتحديد هو، ولكن أيضا غيره من الأحزاب الصهيونية تحاول أن تجذب أصوات من العرب لهذه الدورة الانتخابية. نعم هنا. بالرغم من أن نتنياهو هو صاحب مقولة يتدفقون إلى الصناديق بالحافلات كمقولة ترهيبية يعني، وكمحاولة بث الخوف في نفوس الناخبين الإسرائيليين قبل عدة دورات انتخابية من أجل أن يرفع نسبة التصويت لدى جمهوره مقابل الفلسطينيين في البلاد. شكرا لك هناء محميد مراسلة الميادين في القدس المحتلة. وبالعودة إلى لبنان وإلى تواصل الاحتجاجات في الشارع بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، ينضم إلينا من بيروت مراسل ميادين عباس صباغ. عباس مرحبا، كيف يبدو المشهد الآن على الأرض؟ صباحا كنا قد شهدنا محاولة لاقتحام مبنى وزارة الاقتصاد في بيروت، وأيضا في عدة طرقات كانت هناك أيضا تحركات وقطع لهذه الطرقات، يمكن أن تلخص لنا المشهد الآن كيف يبدو في العاصمة اللبنانية؟ نعم أحمد، نحن هنا في منطقة فردان في بيروت، يعني هي منطقة تعتبر تجارية بامتياز منذ ساعات الصباح الأولى، وهؤلاء الشبان يقطعون الطريق باستخدام حاويات النفايات، أضرموا النيران فيها قبل قليل، انطفأت هذه النيران. طبعا على المقلب الآخر هناك عشرات الشبان أيضا يقطعون الطرق، إن كان هنا في هذه المنطقة في فردان أو في منطقة عائشة بكار أو في كورنيش المزرعة أو في الكولا ومناطق عديدة في العاصمة بيروت. يعني هذه التحركات هي استمرار لما بدأه المحتجون على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، بدأوا باثنين الغضب كما سموه قبل نحو 10 أيام، وهذه التحركات مستمرة. بالنسبة لوزارة الاقتصاد، نعم استطاع شابان الدخول إلى مبنى الوزارة، لكن القوى الأمنية سارعت إلى توقيفهما لبعض الوقت ثم أطلقت سراحهما. وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رؤول نعمي وافق على لقاء وفد من المحتجين، لكنه اشترط عدم وجود أي وسيلة إعلامية وكذلك عدم يعني وجود أي وسيلة اتصال كان هاتف أو مشاكل، وبالتالي رفض المحتجون هذا العرض. ولا يزال الوزير داخل الوزارة فيما المحتجون هم على أبواب الوزارة مع تواجد أمني لقوات مكافحة الشغب. سجلت يعني إشكالات بسيطة مع القوى الأمنية، ومن ثم عاد الهدوء وأضرم المحتجون النيران أمام مدخل وزارة الاقتصاد. طبعا الثوار كما يطلقون على أنفسهم يقولون بأن وزير الاقتصاد دعم المواد الغذائية لكن لم تصل إلى الفقراء، إلى المستحقين الفعليين لهذا الدعم الذي يعني استهلك مئات ملايين الدولارات من الخزينة اللبنانية وتحديدا من أموال المودعين هي في الحقيقة. أحمد، يعني هذه الصورة في لبنان، هناك كان تجمع في ساحة الشهداء وكان هناك يعني اتفاق على انطلاق بمسيرة إلى القصر الجمهوري، إلى محاذاة القصر الجمهوري.
الجمهوري، لكن ثم بعض المجموعات ارتأت أن تؤجل هذا التحرك لأنها تريد أن تحجد أكثر، لأن يعني التجارب السابقة أثبتت بأن الأعداد كانت هزيلة. فقط أيضا بالنسبة للأعداد أحمد، نحن يعني نرى أعداد قليلة من المحتجين مقارنة بما كنا نشاهده بدءا من 17 من تشرين أول أكتوبر، يوم انطلقت التحركات في لبنان. الأعداد أقل بكثير مما كانت في السابق، لا نعرف السبب، علما بأن الوضع الاقتصادي سيء وسيء جدا، لا أفق للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، لا حلول اقتصادية، لا حكومة تنعقد، وبالتالي هذه الاحتجاجات مستمرة في معظم المناطق اللبنانية، وإن كانت اليوم بوتيرة يعني مرتفعة بعض الشيء عن الأمس، وهناك تحضيرات لتحركات مستقبلية. نعم، شكرا لك عباس صباغ مراسل ميادين، كنت معنا من بيروت. إلى سوريا، حيث تصدت الدفاعات الجوية السورية لاعتداء إسرائيلي الليلة الماضية، حيث سمع دوي انفجارات بعد اعتراض بعض الصواريخ في سماء القنيطرة وريفي دمشق الجنوبي والغربي باتجاه أوتوستراد السلام. مصدر عسكري سوري أكد أن الخسائر اقتصرت على الماديات، فيما أفاد مراسل الميادين في دمشق بحركة كثيفة لطائرات استطلاع إسرائيلية قرب الشريط الفاصل في الجولان السوري المحتل وسط حالة من الهدوء الحذر تخيم على المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أن إسرائيل لن تسمح لإيران باستخدام سوريا للعمل ضد إسرائيل وفق قوله، وأنها ستفعل ما هو ضروري لضمان أمنها. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، أعلن أشكنازي أن إسرائيل مستعدة لمحاولة حل قضية الوجود الإيراني في سوريا وفق قوله عبر الحوار مع روسيا وشركاء آخرين. إلى العراق، حيث أفاد مراسل الميادين بأن قوات الحشد الشعبي قصفت 3 أهداف لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة بأطراف ناحية جلولاء مركز ديالى، وذلك بناء على معلومات استخبارية دقيقة. مراسل الميادين أفاد كذلك بأن القوات الأمنية أحبطت محاولة تسلل ل3 عناصر من داعش جنوب العاصمة بغداد، حيث تمكنت من قتل أحدهم. الظهيرة مستمرة لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في اليمن، واصلت قوات التحالف السعودي غاراتها على العديد من مناطق اليمن. ففي مأرب، أفاد مراسلنا بشأن طائرات التحالف أكثر من 22 غارة على مديريتي صرواح ومدغل، وذلك على وقع معارك متقطعة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقواتها من جهة أخرى في جبهة جبل البلق الشمالي المطل على سد مأرب. وفي الحديدة، أشار مراسل الميادين إلى استئناف التحالف غاراته على شرقي المدينة بعدما أحبطت القوات المسلحة اليمنية محاولة تسلل لقوات هادي. هذا القصف جاء برغم إعراب بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عن قلقها إزاء ما وصفته بنوبات العنف المتصاعد في محافظة الحديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وفي بيانها، أكدت بعثة الأمم المتحدة أن القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف المناطق السكنية يعد انتهاكا لاتفاقية ستوكهولم، معربة عن أسفها للخسائر والإصابات التي لحقت بالمدنيين بمن فيهم الأطفال، ودعت الأطراف كافة إلى استئناف الحوار. وزارة الدفاع اليمنية كشفت عن مكالمة هاتفية بين الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح ومدير وكالة الاستخبارات الأمريكية السابق جورج تنت، وقالت إن الأخير كان يطلب فيها الإفراج عن القيادي في القاعدة أنور العولقي من دون أن يذكر اسمه. اسمه؟ You have his name. I don't want to use names on the phone. They know. أنا لا أتكلم بالأسماء. أنا لا أحب ذكر الأسماء من خلال التلفونات، ولكن الأمن السياسي عندكم يعلم جيدا من هو الشخص، ولقد تحدث رئيس المحققين مع الأمن السياسي عندكم، ولكن دون جدوى ودون نجاح. أصحاب التحقيقات المكتب الفيدرالي موجودين تقريبا في صنعاء، خليهم يفوتوا عليها بكرة ومع السفيرة والدولية الاسم وهذه الحالة، وسنبحث هذا الموضوع بجدية. هذا الشخص يهمني أنا شخصيا، لقد تحدث
تحدثت مع الإدارة الأمريكية بأن هذه مسؤولتي وسوف أتصل بكم شخصيا لكي يتم إطلاق سراحه خلال اليومين القادمين. إلى ليبيا، حيث يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد زيارته للبلاد التي وصلها صباحا في زيارة ترمي إلى مساندة المسار الديمقراطي في ليبيا. وكان في استقبال الرئيس التونسي والوفد المرافق في مطار معيطيقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه عبد الله اللافي وموسى الكوني. الرئاسة التونسية كانت قد أوضحت في بيان لها أن زيارة سعيد ترمي إلى تعزيز مسار التعاون القائم بين تونس وليبيا وتأسيس تضامن شامل يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء. حكومة الوفاق الوطني الليبية كانت قد سلمت سلطتها التنفيذية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد دبيبة في حفل أقيم بطرابلس. السراج ذكر بالصعوبات الكبيرة التي واجهتها حكومته في مواجهة الإرهاب، فيما أكد دبيبة مواصلة حكومته طريق الإصلاح. يأتي ذلك بعد يوم واحد من أداء اليمين الدستورية إلى جانب مجلس رئاسي من 3 أعضاء. ينضم إلينا من العاصمة التونسية مراسل الميادين مراد دلنسي. مراد، مرحبا. إذن الرئيس التونسي قيس سعيد في ليبيا، من التقى حتى الآن من المسؤولين الليبيين وما هي أهمية هذه الزيارة؟ نعم أحمد، إلى حد الآن كان اللقاء الأول مع رئيس المجلس الرئاسي أحمد المنفي، وكان هناك لقاء صحفي بين الرئيسين. أهمية هذه الزيارة حقيقة أحمد أنها هي زيارة رمزية سياسية ولكن أبعادها اقتصادية بحتة. نقول رمزية لأن قيس سعيد هو الرئيس الأول أو هو المسؤول الأول بهذا المستوى الذي يزور طرابلس منذ بدء العملية السياسية منذ أشهر، وهذا يعني رمزية مهمة باعتبار العلاقات التاريخية بين البلدين، ولكن عناوين اقتصادية، ولعل هذا ما يتوضح من خلال ما جاء في المؤتمر الصحفي بين الرئيسين منذ قليل. تم الحديث عن عمق العلاقات التاريخية بطبيعة الحال وضرورة عودة النشاط الاقتصادي والتجاري خاصة بين البلدين. تم الحديث عن الصحة وتدفق السلع، ويعني تمت مناقشة العناوين الاقتصادية الكبرى، ولكن ربما الاتفاق الوحيد هو على تيسير الإجراءات المالية بين المصرفين المركزيين في البلدين، إضافة إلى حديث عن إعادة إحياء المغرب العربي عبر يعني عن طريق اجتماع لوزراء الخارجية. ولكن الأهم من هذا أن كما قلت هو عنوان اقتصادي، لأن تونس في هذه المرحلة السياسية والاقتصادية التي تعيشها هي بأشد الحاجة إلى ليبيا، كما أن ليبيا تاريخيا يعني هي في حاجة إلى تونس كمنفذ، يعني كدولة جارة ومنفذ مهم، وبطبيعة الحال باعتبار العلاقات التاريخية بين الشعبين والبلدين. ولكن تونس بشكل خاص في هذه المرحلة بحاجة كبيرة إلى ليبيا، أولا لامتصاص نسبة البطالة وربما التوترات الاجتماعية التي تحصل في تونس. ليبيا تشغل مئات ألاف التونسيين، كذلك دفع نسق الصادرات وما له تأثير من تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي. نعم. هذا إضافة إلى مشاركة الشركات التونسية في إعادة الإعمار في ليبيا. هذه الزيارة أحمد جاءت في وقت يتم فيه الحديث على أن دول أخرى ربما ستأخذ مكان تونس في السوق الليبية، وأن تونس ستخسر حصتها، وبالتالي جاءت هذه الزيارة. بطبيعة الحال تونس تعرف حجمها ومدى حجم اقتصادها، ولكن تاريخيا باعتبار العلاقات التاريخية والاقتصادية فإن حصة تونس في السوق الليبية هي مضمونة باعتبار العلاقات التاريخية. ونعم نعم أحمد، شكرا لك على كل هذه التفاصيل. مراد دلنسي مراسل ميادين في تونس. في الأردن، جرت ليلة أمس تظاهرات في ساحة العين في السلط وفي حي الطفايلة في العاصمة عمان للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن فاجعة مستشفى السلط. وتأتي هذه المسيرات بعد فض مسيرات شهدتها محافظات متعددة أمس عقب تصريح لرئيس الوزراء أشار فيه إلى إنفاذ القانون في كافة مناطق المملكة. وردد متظاهرون هتافات ضد قانون الدفاع وطالبوا بتأليف حكومة منتخبة وإلغاء حظر التجول.
يأتي ذلك فيما يشهد الأردن تدهورا في الوضع الوبائي بعد أن سجل زيادة كبيرة في عدد الوفيات والإصابات رغم الإجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار الوباء. تقرير لنا شاهين. على حافة الخطر يقف الأردن في معركته مع وباء كورونا بعدما سجل أعلى نسبة في الوفيات والإصابات، والعديد من المستشفيات يئن من وطأة الجائحة، حيث وصلت الطاقة الاستيعابية في بعضها إلى الذروة، فيما تجاوزت نسبة إشغال العناية المركزة حاجز 50%، أرقام صادمة، والأمل أن يتم تسطيح المنحنى الوبائي. تم إنشاء مستشفيات ميدانية، تم تعيين أطباء، تم تدريبهم، تم الاستعانة بالاختصاص القطاع الخاص، مستشفيات القطاع الخاص وهي في الأردن حوالي 69 مستشفى بالإضافة لمستشفيات القطاع العام والجامعات، تشكل قوة هي بمعنى زي ما نقول ستاند باي. اليوم المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضى كورونا وخصصت أقسام للعزل جزء منها فاقت الطاقة الاستيعابية 100%، هناك بعض المستشفيات تتأرجح ما بين 90 إلى 95%، هناك بعض المستشفيات الخاصة ما زالت مترددة. أكثر من 150 ألف مواطن تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما حصل أقل من نصفهم على الجرعة الثانية، ووضع هذا المركز الصحي صورة مصغرة عن باقي المنظومة الصحية. اليوم صرنا نفحص ما يقارب فوق 1000، من 1100 إلى 1300 1400 يومياً، كما لاحظت وشاهدت الحالات الآن بازدياد، الحالات الإيجابية والإدخالات إلى المستشفيات صارت بأكثر من ذلك. تلقي اللقاح وتشديد إجراءات التباعد وتغليظ عقوبات المخالفين وتمديد الحظر الليلي إجراءات كفيلة باحتواء الوضع الصعب من منظور الحكومة. خرق أوامر الدفاع لا تجاوز فيه أو تهاون، والكلام لوزير الداخلية الذي قال إن الأردن يشيع 4 جنازات كل ساعة، وضع وبائي حرج لا بد من كسر حلقاته والخروج منه بأقل الخسائر قبل أن تخرج الأمور عن السيطرة. لان شاهين عمان، الميادين. والآن إلى موجز الاقتصاد في الظاهرة مع الزميل عبدالله ظاهر. عبدالله مرحبا. مساء الخير أحمد. تفضل. شكرا. أهلا بكم. أعلن برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى قطع المساعدات النقدية عن نحو 194 ألف لاجئ سوري في الأردن بعد شهر نيسان أبريل المقبل إذا لم يتوفر لديه التمويل الكافي. البرنامج في الأردن قال إن استمرار تقديم المساعدات يتطلب 62 مليون دولار خلال الأشهر الستة المقبلة، وأنه إذا استمر نقص التمويل سيضطر البرنامج إلى قطع المساعدات عن جميع اللاجئين بمن فيهم الموجودون في مخيمات النازحين السوريين. تلقى الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة دفعة أولى من لقاحات وباء كورونا وفق آلية كوفاكس المخصصة للمناطق المحرومة. وبحسب آلية التوزيع التي تعتمدها كوفاكس وصل نحو 60 ألف جرعة من لقاحي فايزر وأسترازينيكا مخصصة للفلسطينيين في إطار خطة البرنامج للتلقيح في الدول الفقيرة. نفت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه اللبنانية الخبر الواردة في موقع الجمارك العراقية عن تسهيل مرور 10 صهاريج محملة بمادة البنزين آتية من إيران كمساعدة للبنان. وقال البيان توضح المديرية أن لا علم لها بهذا الأمر، وأنها لم تستلم أي طلب للاستحصال على إجازة استيراد لمادة البنزين بواسطة الصهاريج لكونها المرجع الصالح لمنح إجازات كهذه بحسب القوانين المرعية الإجراء. هذا وارتفع سعر صفيحة البنزين في لبنان إلى 40 ألف ليرة، وسعر قارورة الغاز إلى 28 ألف ليرة. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن العام الإيراني الجديد سيكون عاما للانتصار الحاسم في الحرب الاقتصادية، وسيشهد حركة اقتصادية ناشطة ونهضة في الانتاج. روحاني قال إن العام المنصرم كان عاما صعبا على الشعب بسبب الحرب الاقتصادية وتبعات انتشار وباء كورونا، آملا أن تتمكن إيران من القضاء على الوباء في العام المقبل بالتزامن مع نهضة في القطاع الصناعي مصحوبة بانتعاش اقتصادي.
أعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن وضع صيغة قانونية تتناول آليات لاسترداد الأموال المنهوبة والموجودة في الخارج. وكان الرئيس العراقي قد أعلن العام الماضي أن بلاده تمضي في استرداد الأموال المنهوبة وملاحقة الفاسدين. ويتحدث سياسيون عراقيون عن ضياع نحو 800 مليار دولار منذ عام 2003 بسبب عمليات الفساد التي تعاني منها البلاد. بحث رجال أعمال أتراك وبحرينيون فرص التعاون المشترك فيما بينهم لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المنامة وأنقرة. رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولباك قال إن هناك الكثير من الشركات التركية التي تستثمر في البحرين حاليا، لافتا إلى أن الاستثمارات ستركز على قطاع الغذاء والصحة. استبعدت وكالة الطاقة الدولية أن ترتفع أسعار النفط ارتفاعا حادا ومستمرا بفعل تخمة المخزونات نتيجة انخفاض الطلب في ظل تبعات وباء كورونا. وفي تقريرها الشهري قالت الوكالة إن مخزونات النفط تبدو وفيرة مقارنة مع مستويات تاريخية بالرغم من تراجع الطلب. وأشارت الوكالة إلى أنه علاوة على المخزون الاحتياطي يجري تكديس قدر كبير من فائض الطاقة الإنتاجية نتيجة قيود أوبك بلس على الإمدادات النفطية. في الخبر الأخير قال المدعي العام لولاية تكساس إن 4 ولايات أخرى انضمت إلى دعوى قضائية رفعتها تكساس وولايات أخرى على شركة جوجل تتهمها فيها بمخالفة قوانين مكافحة الاحتكار وتعزيز هيمنتها في مجال الإعلان. وبذلك يبلغ عدد المشاركين في الدعوى 15 ولاية تتهم جوجل بانتهاك القانون فيما يتعلق بهيمنتها على عملية نشر الإعلانات على الإنترنت. وتقول الدعوى إن الشركة تتعاون خلسة مع فيسبوك أقرب منافسيها في الإعلان على الإنترنت وتتذرع بالحفاظ على سرية المستخدمين للقيام بتصرفات غير عادلة. هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية. نشكر لكم حسن المتابعة. عبد الله أحمد. عبد الله شكرا لك. شكرا. منذ بدء أثيوبيا تشيد سد النهضة وأثار سلبية ومخاطر بيئية كثيرة محتملة يحذر منها الخبراء في مصر ولا سيما على مياه الشرب، فضلا عن الآثار التي سيخلفها بناؤه على البيئة والمحاصيل الزراعية. تقرير خالد أبو عرب. كثيرة هي الآثار السلبية الناتجة عن بناء سد النهضة الإثيوبي بالنسبة إلى مصر والسودان، فمنذ اللحظة الأولى عام 2011 يحذر الخبراء في مصر من مخاطر بيئية كبيرة على المدى البعيد تتمثل في فقدان مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 2 مليون فدان وانخفاض كهرباء السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي لأكثر من 500 ميجاوات في العام. مصر بلد كانت تعتمد على الزراعة بشكل كبير، الآن سيكون هناك تجريم لزراعة محاصيل عديدة التي تحصل على كميات كبيرة من المياه، سيكون تأثير على أيضا جزء من توليد الكهرباء في مصر، سيكون له تأثيرات بيئية كبيرة تشمل مصر والسودان معا وخصوصا في مجال الطمي الذي سيحجبه السد. لم تشعر مصر بأي مشاكل في المال الأول للسد العام الماضي نظرا لوفرة الأمطار والفيضان، لكن المشكلة تكمن في سنوات الجفاف العالية، إلى أن السد العالي بإمكانه تعويض أي نقص في الوقت الحالي. لذا فإن التأثير السلبي للسد على مصر لن يكون بدرجة تأثيره المباشر على السودان. الملء الثاني سيكون أضعاف كمية الملء الأول اللي كان 5 مليار متر مكعب من المياه فقط، ستنتج عنه أضرار كبيرة على السودان الذي عانى في الملء الأول، ستتأثر به أيضا مصر بشكل أقل لأنه سد العالي يقوم بمهمة في تخزين المياه اللي بتحتاجها مصر، لكن على المدى الطويل ستكون هناك أضرار بالغة على البلدين. الخبراء في مصر يحذرون أيضا من أن السد سيتسبب في حجز كميات ضخمة من الرواسب النهرية التي ستزيد من فجوة السماد الطبيعي للأراضي الزراعية وما يتبعها من التأثيرات الضارة بصحة الإنسان والبيئة. لا جدال في حق دول حوض النيل في الاستفادة من العائد الاقتصادي والاجتماعي لبناء السدود العملاقة داخل أراضيها، باعتبار أن مثل هذه المشاريع لا يخلو من آثار جانبية وبيئية، ولا سيما أن قضية المياه بالنسبة إلى مصر تعد قضية مصرية. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. تا
تام الظهيرة لليوم من إيران، حيث احتفل الإيرانيون ككل عام يوم الأربعاء الأخير قبل حلول عيد النوروز الذي يصادف 21 من أذار مارس من كل عام، ويطلق عليه الأربعاء الأحمر أو عيد النار. وانتشرت قوات الأمن الإيرانية في مختلف الشوارع الرئيسية في عموم البلاد لمنع المحتفلين من إطلاق الألعاب النارية. هذا وقد بدت احتفالات هذا العام مختلفة على خلفية جائحة كورونا التي حرمت العالم البهجة. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يصف نظيره الروسي بالقاتل ويتوعده بدفع ثمن التدخل في الانتخابات، وموسكو تصف تصريحاته بهستيريا العجز والإهانة لجميع الروس. ووزير الخارجية الأمريكي يتهم الصين بالتصرف بعدوانية ويهدد بمعاقبة مسؤولين في هونغ كونغ، وبكين تتوعد بلاده بالرد. تصاعد حدة الاحتجاجات في لبنان على تردي الأوضاع الاقتصادية، ومحتجون حاولوا اقتحام وزارة الطاقة. الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس، ومقاومون يتصدون بالنيران لاعتداءاته في جنين. التحالف السعودي يجدد قصف الحديدة اليمنية برغم تحذيرات الأمم المتحدة، ويكثف غاراته على مأرب على وقع استمرار المعارك في محيط سدها. الرئيس التونسي في ليبيا دعما لمسارها الديمقراطي غداة تسلم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة سلطتها التنفيذية. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الانترنت الميادين.net وبلغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.